مساء الخير أحبائي وأعزائي، يا ترى ومال ترى قناتكم قناة الملكة والأمير. عايزين ناخد رأيكم في اللي حصل ده، هل ده صح ولا غلط؟ هل اللي عملته ده صح ولا غلط؟ تعليم بني سويف يحيل مدرسة مسيحية للتحقيق بتهمة فظيعة جدا، بتهمة قاسية. ماذا فعلت هذه المدرسة المسيحية؟ أمر محمد عبد الوهاب التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف بتنفيذ قرار الشؤون القانونية بإدارة أهنسية تعليمية بمجازات ومعاقبة معلمة لغة إنجليزية بمدرسة جاويش الابتدائية الجديدة بعد قيامها بهذا الفعل المشين. وما هو؟ سوف أقول لكم بعد ونهاية ما أقوله، ودون مبرر ما فعلته، وأهدرت وقت حصة النشاط الخاص بالتربية الفنية أو التربية الفنية عفوا دون مبرر قانوني. وكانت التحقيقات في القضية رقم 212 لسنة 2023، أوامر اتعملت قضية ورقم كمان بإدارة الشؤون القانونية، وانتهت مع معلمة اللغة الإنجليزية ميم فه ره بمدرسة جويش الابتدائية الجديدة بخصم 7 أيام من راتبها. 7 أيام، ده واضح إنها عملت حاجة صعبة جدا لقيامها بتعليم التلاميذ بهذا الفعل الخطير. ما هو؟ للطلبة المسيحيين دون مبرر، وإهدار وقت حصة النشاط الخاص بالتربية الفنية دون مبرر قانوني. وتبين أن المعلمة قد طلبت الدخول أثناء حصة النشاط الفني بالمدرسة، وقامت بتعليم التلاميذ بالفصل، فضلت تعمل إيه؟ تحفظهم ترانيم مسيحية. قامت بتحفظهم ترانيم مسيحية، وتم اختار المعلمة بقرار الجزاء لتنفيذه. هل كانوا جميع الطلاب مسيحيون؟ هل كانوا الطلاب مسلمون؟ هل كانوا الطلاب مسيحيون على مسلمون؟ هل كان الطلاب مسيحيين على مسلمين؟ وهذا ما نجده ونعرفه، إن هذه المدرسة التي فعلت هذا الفعل الشنيع، جميع الجرائد أعلنت ونشرت هذا الموضوع، تعليم بني سويف من المصري اليوم أيضا تعاقب معلمة لتحفظها تلاميذ أحد الفصول ترانيم مسيحية دون مبرر. أمر محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف بتنفيذ قرار الشؤون القانونية بإدارة أهنسية بمجازات ومعاقبة معلمة لغة إنجليزية بمدرسة جاويش الابتدائية الجديدة بعد قيامها بتحفيظ تلاميذ أو بتحفيظ تلاميذ أحد الفصول ترانيم الدين المسيحي دون مبرر، وإدارة وقت حصة النشاط الخاص بالتربية الفنية دون مبرر. وكانت التحقيقات في القضية رقم 212، انتهت معلمة اللغة الإنجليزية في مدرسة الجاويش الابتدائية بخصم 7 أيام من راتبها لقيامها بتعليم التلاميذ أيام 4 و6 فبراير، مش فاهم يعني إيه، وتحفظهم ترانيم الدين المسيحي للدرجة دون مبرر، وإدارة وقت النشاط الخاص بالتربية الفنية دون مبرر قانوني. وتبين أن المعلمة قد دخلت وطلبت الدخول أثناء هذه الحصة، وقامت بتعليم التلاميذ بالفصل الترانيم المسيحية، وتم اختيار المعلمة بقرار الجزاء لتنفيذه. هل، وأقول مرة ثانية، هل هؤلاء الطلاب كانوا مسيحيين؟ هل هؤلاء الطلاب كانوا مسلمون فقط؟ هل هؤلاء الطلاب كانوا بالفعل أيضا مسلمون على مسيحيون؟ وإن كانوا مسلمون فقط فهناك العيب على المدرسة أيضا، وإن كان الفصل به مسلمون على مسيحيون فهذا خطأ كبير منها أيضا. ولماذا؟ ونعود ونزيد ونقول، الخطأ من من؟ نعم، خطأ جسيم
ولا بد من معاقبة هذه المدرسة التي فعلت هذا الأمر المشين. وزارة الصحة أو وزيرة الصحة والتضامن يبحثان التعاون بشأن إنشاء أول مركز وطني للكفالة في مصر بالشراكة مع مؤسس فيس لرعاية الأطفال المعصور عليهم كريم النسب. والطفل شنو ده؟ والتجاهل كيف؟ في شراكة جديدة بين وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن بشأن توفير الخدمات الطبية والاجتماعية للأطفال فاقدي الرعاية في مصر، مع إيلاء أولوية خاصة للأطفال المعصور عليهم والمعرضون لشتى المخاطر حال تركهم دون رعاية. وفي إطار المنظور الحقوقي الذي تنتهج الدولة المصرية في التعامل مع هذه الفئة، ويقر بأن ينشئ الأطفال في أسر شبه طبيعية وليس في مؤسسات، تسارع وزارة التضامن الاجتماعي بإنهاء إجراءات الكفالة في مدة لا تتجاوز 3 أشهر بحد أقصى بعد الانتهاء من التطعيمات الأولية اللازمة مع وزارة الصحة والسكان، واستخراج الأوراق الثبوتية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وبعض المستندات الأخرى اللازمة بالتنسيق مع النيابة العامة، بالإضافة إلى تلقي طلبات الأسر الكافلة وبحثها اجتماعيا واقتصاديا، وتدريب الأسر المقبولة للكفالة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي. وقد عقد الوزيران اجتماعا مع فلافيا شو جاكسون المدير التنفيذي لمؤسس فيس لرعاية الأطفال فاقدي الرعاية والمعرضين للخطر، لبحث سبل التعاون بين الوزارتين والمؤسسة في برامج الرعاية المتكاملة للأطفال. وقد استعرضت الأنشطة التي تقوم بها مؤسسة فيس اللي تشمل الاهتمام بالرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية وتوفير كافة سبل الدعم في المراحل العمرية. وتعمل المؤسسة في مصر بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي وبالتنسيق معهم لأخذ الموافقات. ولكن أريد أن أرغب، هل قضية الطفل شنودة أغلقت؟ هل الطفل شنودة أصبح غير مسيحي بالمرة؟ هل ما زال الصليب في يد الطفل شنودة؟ لم أحد يرد، ولا يهمنا. كل الذي يهمنا هو أن تكون مصر بسلام، ومصر أن تكون عادلة وقانونية. وإن لم يثبت بالفعل أن هذا الطفل من أب وأب مسيحيين، فلذلك أصبح الطفل شنودة وفقا لقانون مصر فهو مسلم بالفطرة. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ومنتظر منكم تعليقاتكم على هذه المعلمة التي فعلت هذا الفعل، وهل هو فعل صادق وأمين أم فعل يستحق الجرم والعقاب؟ حقا في انتظاركم كل الشكر. وتنسوا تعليقاتكم بقناة الملكة والأمير. آسف على انفعالي، ولكن أرغب في المعرفة الحقيقية.